مشوار طويل جدا للكابتن عصام عبد المنعم بصراحه، وكلها نجاحات وكلها انجازات كبيره جدا جدا زي ما حضراتكم شفتوا، انجازات على المستوى الرياضي كمان. انا على المستوى الشخصي اتعاملت معاه شخصيه اكتر من رائعه، شخصيه بتحب مصر جدا، وكان يمكن كان طبعا رئيس الاتحاد الاسبق، وكان عنده طموحات كبيره جدا جدا في تطوير الكره المصريه. بنقول له الف حمد لله على السلامه. هو معانا على التليفون هنا في البيت الكبير. كابتن عصام مساء الخير على حضرتك. انا مساء الخير يا هاني. ازاي حضرتك؟ الف حمد لله على السلامه وكل سنه وانت طيب. الله يسلمك. الحمد لله الحمد لله بالصحه والسلامه. كابتن عصام الف سلامه عليك، ويعني الاول بنقول لحضرتك رمضان كريم، وعايزين نطمن على يعني حضرتك يعني الفتره اللي فاتت دي. الله اكرم يعني الله اكرم، ورمضان كريم على الاهلاويه والمصريين كلهم، يعودوا علينا بخير يا رب. والحمد لله يعني احسن دلوقتي بعد بعد العملية، يعني فترة نقاهة، وإن شاء الله ربنا يقدرنا بقى ونحاول نصوم يعني ولو حتى من الأسبوع الثاني. يعني ليس على المريض حرج، يعني إن شاء الله ربنا يقوم حضرتك بالسلامة، وإن شاء الله يعني نشوف كده حضرتك منور في الشاشات، وتشرفنا هنا قريب في البيت الكبير. يسعدني والله، يسعدني إن شاء الله ربنا يقدرنا ونتعافى سريعا ونيجي في بيتنا يعني. طبعا يا كابتن تنورنا تنورنا يا كابتن، وانت طبعا ده بيتك، وانا انت عارفني على المستوى الشخصي حضرتك يعني قدوه كبيره جدا جدا ليا، وكان لينا تجارب وعادات مع بعض كتير، وكان عندك افكار كتير. لكن هنسيب دوت، وجالي خبر ان يعني كمان العربيه اتسرقت. قول لي موضوع العربيه اتسرقت من ساعه. خير خير. لا يعني بقول لك المصائب لا تاتي فرادا. لا تاتي فرادا. لا ان شاء الله ان شاء الله. يعني والله هو يعني السواق يعني طلع بيها مشوار وما رجعش يعني. لا زمان السواق والسواق فيها يا ما رجعش بيها يعني، اتخطفوا هما الاثنين ولا هو اللي خطفها ولا ايه؟ لا السواق اللي سرقها، ما هو يا نهار ابيض يعني. هو السواق يعني يعني احنا يعني طيبين قوي، فناسنا بتمشي المفتاح مع السواق. احنا عادة يعني بنستأمن الناس لانه بيبقى جاي من مكان ثقة يعني. صح. ف يعني المرة دي خان الثقة وعجبته العربية. خان الأمانة. خان الأمانة. خان الأمانة. لا إن شاء الله. فداك يا كابتن عصام. يعني رمضان داخل علينا ما هموش الكلام ده كله يعني. معلش ان شاء الله يرجع بيها، ما تقلقش، تلاقيه بس راح مشوار بيها وراجع ان شاء الله، ما تقلقش يا كابتن. خلينا نتكلم مع حضرتك. انا مش عايزه يرجع، عايز العربيه. ان شاء الله خير. خلينا نتكلم مع حضرتك في ملفين مهمين جدا. اولا رؤيه حضرتك في مشوار النادي الاهلي على المشوار الافريقي، ويعني التأهل إلى دور الثمانية، حضرتك شايف هذا المشوار إزاي من خلال رؤية حضرتك الفنية؟ أنا كمان عارف إن حضرتك ليك رؤية فنية متميزة. هو النادي الاهلي الحقيقه يعني يعني اداؤه في تحسن، انما يعني احنا مستنيين ما هو افضل. صحيح. ما هو افضل على صعيد التوازن الدفاعي والهجومي، وعلى صعيد يعني استغلال المهارات الفرديه وتطويعها في صالح المجموعه. يعني انا شايف انه يعني يعني موسيماني الحقيقه على 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 التراك الصح، وصرف النظر عن النتائج واضح ان هو عنده بلانينج كويس، سواء قصير المدى او بعيد المدى، توظيفه للاعبين، تدوير المسائل دي كلها، محتاج ان احنا يعني نديله الثقه اكتر ونستنى النتيجه في النهايه. أكيد طبعا على مشوار يعني احنا ماشيين بخطة ثابتة أعتقد على المشوار الأفريقي. الحمد لله تأهل لدور الثمانية، على مشوار لسه موجودين في كأس مصر، عندنا كمان مشوار الدوري، فالملف في كرة القدم أعتقد في النادي الأهلي ماشي بشكل أكتر من رائع. الجزء الآخر نطمن أول طبعا على صحة حضرتك وانتخابات اتحاد الكورة القادمة. هل الكابتن عصام عبد المنعم يفكر في إعادة التجربة تاني كرئيس للاتحاد؟ كابتن عصام. طيب الخط قطع ويمكن اكيد وقع الصوت ده مش مقصود. كابتن عصام طبعا كابتن عصام بنرجع لحضرتك مره ثانيه. كنت السؤال يمكن قبل الخط ما يقطع،
طبعا ربنا يديك الصحة طبعا، والحمد لله الحمد لله على سلامة حضرتك. الله يسلمك. في طبعا انتخابات حضرتك كنت يمكن واحد من اللي أداروا الكرة المصرية في وقت كبير، وكان إدارة أعتقد كان إدارة ناجحة بشكل كبير جدا. تفتكر أو بتفكر حضرتك تترشح تاني لانتخابات اتحاد الكرة القادمة؟ لا الحقيقة أنا ما بفكرش، لأنه يعني إحنا عايزين ندي نموذج، لأنه يعني الترشح للمناصب القيادية اللي هي بتبقى بالانتخاب مش بالتعيين، يبقى ليها سقف، يعني ما يبقاش في احتكار للمنصب، ويعني لازم يبقى في تداول للسلطة أو تداول للقيادات، واعطاء فرصة لأجيال تالية. يعني أنا تخطينا 70 بمراحل، ربنا يديك الصحة كده، يعني إيه لابد إنك تدي، يعني أمال يعني لما أنت ممكن كده لما تفضل تقضي على جيل واثنين من القيادات اللي هي كانت لازم تاخد دورها في القيادة. ف يعني إحنا بندي هذا النموذج، إنه إحنا بنكتفي بإنه قعدنا يعني ما يقرب من 7 أو 8 دورات في اتحاد الكرة بمراتب مختلفة، بداية من عضو إلى أمين صندوق إلى نائب رئيس إلى رئيس، ويعني فترات طويلة. لازم نكون احنا بقى قدوة في إنه لما نقول هناك تداول للسلطة، وإنه ما فيش واحد يفضل راكب على المنصب لفترات طويلة، وكل ما بيبقى موجود طبعا بيبقى عنده فرصة أكتر إنه ينجح، لأنه هو بيرتب أموره، بيرتب المناطق، وبيحط يعني بيعمل التربيطات الانتخابية اللازمة. فبتضيع أجيال من القيادات متتالية نتيجة هذا الاستئثار من الناس اللي بنتخطى خلاص 3/4 قرن من الزمن. يعني طب حضرتك يعني حضرتك انت شايف يعني اهم الملفات ايه يا كابتن؟ يعني حضرتك دايما مش هتترشح علشان عايز ان في يمكن يكون في وجوه جديده او في تواصل للاجيال في عمليه طبعا المسؤوليات على مستوى كره القدم، لكن حضرتك تقول لنا لو حضرتك متواجد او لو حضرتك كمستشار لرئيس الاتحاد الجديد تقول له ايه الملف الاكثر اهميه للكره المصريه لازم يتعالج في الفتره اللي جايه؟ هو يعني احنا بنتكلم على انه القيادات اللي لما توصل لسن معين ما بنقدرش نستغنى عن الخبره بتاعتها دي، طبيعي يعني طبعا ده يعني خبره تراكمت على مدى سنوات طويله من الممارسه والتجربه والخطا والصواب. يعني بيبقى في هيئه استشاريه، يعني الاتحادات او الانديه الكبيره يبقى عندها بورد استشاري، صحيح، دول غير التنفيذيين بقى اللي هم المجلس الاداره التنفيذي، ده في بورد ثاني او مجلس ثاني استشاري بترجع له بيدرس وبياخد وقته، لانه مش محتاج، هو بيدي توصيات، صحيح، ما بيديش قرار. فهو هذه التوصيات محتاجها قوي صاحب القرار عشان ياخد القرار الصح. احنا ممكن نقوم بالدور ده انا وغيري، يعني من الناس اللي هم كانوا سواء على مستوى الانديه او على مستوى الاتحادات عندهم هذه الخبرات اللي تراكمت يؤدوا هذا الدور الاستشاري. طيب حضرتك يعني قبل ما اتفضلي سهام، لا اتفضل يعني برضه حضرتك لو مستشار اخيرا قبل ما نقفل مع حضرتك، لو حضرتك كمستشار ايه الملف الثاني؟ يعني انا باكد ايه الملف اللي حضرتك شايف انه مهم جدا جدا ولازم يتصلح علشان تقدم الكره المصريه بشكل اكبر؟ يعني هي ملفات كلها مرتبطه ببعضها. يعني هو ملف بالترتيب كده، ملف المنتخبات الوطنيه، يعني ارتباط المنتخبات الوطنيه المراحل السنيه المختلفه لغايه وصولا للفريق الاول برؤيه تكتيكيه من خلال مدير فني للاتحاد، يضع هذه الرؤيه بحيث ان التوظيف بتاع اللاعب في مركز معين، وفنجاده حضرتك اكيد يعني فنجاده بالظبط شباب الى الفريق الاول، يبقى في تجانس في رؤيه الاداء، المدرسه المصريه في كره القدم، نبتدي نحط هذه اللبنه. طبعا بنشكرك كابتن عصام طبعا على وجودك معانا، بنقول لك الف حمد لله على السلامه، وان شاء الله باذن الله
حتى يعني لحضرتك مش هتكون مشارك في العملية الانتخابية لاتحاد الكرة، لكن نتمنى طبعا تكون مستشار، وخبراتك الكبيرة جدا خلال السنين اللي فاتت ان شاء الله تعود على الكرة المصرية بكل خير، وكل سنة وحضرتك طيب، رمضان كريم. الله اكرم، كل سنة وانتم طيبين وكل الاهلاوية طيبين. شكرا كابتن عصام، شكرا جزيلا.